اللي بغيت نوصل هذه الرسالة للإخوان بأن الأمور واضحة، راه الكرامة والكرامة الإنسان والشخصية ديال الإنسان والضمير ديالو راه ماشي هي بالفلوس، راه هي بالمسألة اللي بغيت نقول لك هو الضمير يكون نقي. ولهذا اللي كنطلب من هاد الإخوان اللي ما مسوينش الوضعية، راه حنا اللي هضرنا على ثلاثة المواضيع، أشرح لهم الموضوع ديال الناس المتقاعسين، راه الإجراءات غادي نبداو معاهم قانونية. عندي الناس اللي مسجلين في لائحة الانتظار هما اللي غيستافدوا، حيت أنا خصني نحل المشاكل. هاد الناس يعطينهم 15 ما سواوش الوضعية، ما غيبقاش هو ساكن سد عليه الباب وأنا عاس عليه، تانا الله يجعل البركة. وبالنسبة للموثق راه حنا عطينا المعطيات ديالو، وبالنسبة للمحامي راه عطينا المعطيات ديالو. ولهذا كنشكر الجميع على هذا.